مهم للغاية، في ترقب شديد بيروح لهذا الملف، مش عارفين ايه اللي هيحصل. مجلس النواب عمل اللي كان عايز يعمله ووافق البرلمان نهائيا على مشروع وتعديلات قانون الهيئة القضائية، واللي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف. وعلى الرغم من هذه الموافقة واللي جاءت بعد أن رفض مجلس الدولة وأرسل ملاحظاته على القانون وقال أنه القانون يمس استقلال القضاء، إلا أنه مجلس النواب صوت في الجلسة العامة امبارح بالموافقة بصورة نهائية، وهيتم إرسال هذا القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. القانون الجديد ينص على أنه يعين رؤساء الهيئات القضائية أو يعينون بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وده لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة ب60 يوم على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين، هقول تاني، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، إيه اللي يحصل بقى؟ يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة. بعد إقرار القانون نواب تكتل 25-30 انسحبوا من الجلسة، عملوا اعتصام رمزي بمكتب رئيس المجلس، وبعدين خرجوا عملوا مؤتمر صحفي داخل المجلس أعلنوا فيه رفضهم للتعديلات، وتكلموا عن تخوفاتهم بأنه يتم إقرار قوانين واتفاقيات هامة خلال الفترة القادمة بنفس الطريقة. تعالوا نشوف قالوا ايه في البيان ونرجع نكمل كلامنا مع النائب احمد حلمي الشريف صاحب القانون. نشوف الكلام. صحفي لنواب تكتل 25-30 وبعض من الساده النواب نواب مجلس النواب، بيان للراي العام. فوجئ اعضاء مجلس النواب اليوم بطرح عدد من القوانين الهامه، ومنها قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتعديل أحكام قانون السلطة القضائية إلى الجلسة العامة، والذي وردت عليه مذكرة من مجلس الدولة تؤكد العوار الدستوري في القانون، كما أنه قد عبرت كافة الهيئات القضائية عن رفضها لهذا القانون، ونظرا لأهميته وتأثيره الكبير على منظومة العدالة في مصر ومساسه بمبدأ الفصل بين السلطات، فقد تقدم أكثر من 35 نائبا طبقا للمادة 325 من اللائحة التي تنص على يؤخذ الرأي نداء بالاسم إذا قدم بذلك طلب كتابي من 30 عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الرأي. وقد قام السيد الدكتور رئيس مجلس النواب بطرح القانون للتصويت متجاهلا اللائحة وضاربا بها عرض الحائط، وكذلك ضاربا بحق كل النواب في التعبير عن رأيهم ودون إثبات طلب النواب أو رأيهم في المضابط ودون عرض لتقرير مجلس الدولة، ودعا النواب للتصويت وقوفا في مشهد لم يطمئن إليه الموقعين على هذا البيان ولا لتوافر الأغلبية المطلوبة. إننا نؤكد بشكل قاطع على احترامنا للدستور والقانون واللائحة التي يجب أن تكون حكما بين الأعضاء، ونؤكد على احترامنا لنتيجة التصويت أيا كانت، ولكن على أن تتم بشكل ديمقراطي وفقا للائحة، وعلى أن يشمل ذلك جميع الأعضاء ويضمن حقهم في التعبير. إن ما حدث اليوم من اعتداء واضح على الدستور واللائحة يسيء إلى كل مجلس النواب وأعضائه بالكامل،
فضلا عن انه في هذا القانون تحديدا يفتح الباب لصدام غير مبرر مع السلطة القضائية كأحد السلطات الثلاث، لا سيما في ظل وجود اعتراضات دستورية واضحة ورفض كامل من كل الهيئات القضائية. إننا ننظر لتفاصيل تلك الواقعة على أنها تمثل سيناريو بدأ اتباعه ومتوقع استمراره لتمرير عدد من القوانين والاتفاقيات الهامة. لذا فقد قام أعضاء تكتل 25-30 وعدد من النواب من خارج التكتل بإصدار هذا البيان لإعلام الرأي العام بما يجري باعتباره صاحب الحق الأصيل بمراقبة أداء المجلس. طيب زي ما شفتوا ده كان الفيديو البيان للرأي العام، كان بيقراه النائب أحمد الشرقاوي، وشايفين تكتل 25-30، شايفين كمان نائبة آمنة نصير، شايفين دكتور عماد جاد، شايفين نادية هنري، شايفين أحمد طنطاوي، شايفين خالد عبد العزيز شعبان، شايفين خالد يوسف، أسماء كثيرة جدا واقفين وقرأوا هذا البيان اعتراضا على تمرير هذا القانون، وظنا منهم شايفين إنه يعني هم مش قادرين يمارسوا ممارسة جيدة تحت القبة بسبب عدم احترام اللائحة. ده وفقا لكلامهم. احنا معانا على الهواء مباشرة النائب احمد حلمي الشريف وهو صاحب هذا القانون. سيادة النائب اهلا بيك معانا. اسأل حضرتك، شايف ازاي موقف نواب 25-30؟ شايف ازاي اسباب رفضهم لمقترح هذا القانون واللي اقره البرلمان امبارح في جلسته؟ يعني هو كان امبارح مشروع القانون معروض على المجلس بعد مناقشته على مدى 4 أو 5 جلسات في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة، أحيل التقرير إلى المجلس لمناقشته، وزع التقرير على كافة أعضاء المجلس. للأولى بالاعتبار في هذه الجزئية تحديدا أن ما عرض على المجلس جلسة أمس 3 مشروعات قوانين، والثلاثة وردوا إلينا من مجلس الدولة من قسم الفتوى والتشريع، والثلاثة كل منه بتقرير، فثلاث تقارير: تقرير يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، وتقرير يتعلق بقانون الطوارئ، وقانون يتعلق بقانون الهيئات القضائية، الجهات القضائية وطريقة التعيين لرؤسائها. عرض على المجلس قانون الإجراءات الجنائية، وطلب رئيس المجلس الوقوف التصويت وقوفا لمن يرغب أن يوافق عليه بالوقوف، فكانت الأغلبية تقف لأن هذه القوانين الثلاث تحتاج إلى 2/3 أعضاء المجلس في الموافقة، وتمت الموافقة بالوقوف لجميع الأعضاء أو لأغلب الأعضاء اللي هم أكثر من 2/3. ثم عرض المشروع القانون المتعلق بقانون الطوارئ، وطلب رئيس المجلس كعادتنا في كل القوانين التي تحتاج في التصويت إلى 2/3 لكل من يرغب الموافقة الوقوف من أعضاء المجلس، فوقف أعضاء المجلس ومن بيننا أيضا الزملاء أعضاء 25-30. طيب يعني ده كلام حلو يا سيادة النائب. ثم عرض قانون الهيئات القضائية، وطلب رئيس المجلس. ده كلام حلو بس أكمل لحضرتك سؤالك. طيب اتفضل. فعرض قانون الهيئات القضائية فطلب أيضا ذات المواقف التي تم عرض بها القانونين السابقين الإجراءات الجنائية والطوارئ، وتم الوقوف لأغلبية الحاضرين وهم أكثر من 2/3 أعضاء المجلس، فكانت ثورة من الزملاء الأفاضل أعضاء 25-30، واعتبروا أن المسألة تحتاج إلى مناقشة وأن العدد غير كافي. هو ذات العدد الذي سمي بأنه غير كافي هو ذات العدد الذي فوضه هم من بيننا على قانون الطوارئ وعلى قانون الإجراءات الجنائية. أيوة بس سيادة النائب 25-30 بيقولوا يعني أن هم ذات الظروف والملابسات، لو أن هناك سببا للاعتراض يا سيدتي لكان الاعتراض على قانون الطوارئ في ذات اللحظة، وكان الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية الذي عرض بذات الكيفية وذات الظروف والملابسات. طيب.
سيادة النائب دلوقتي 25-30 بيقولوا بان هما كانوا طالبين يعني عمل اعادة للتصويت، وان هما كانوا باعتين ورقة لرئيس المجلس. ده واحد. اتنين، بيتحدثوا بانه مجلس الدولة اما بعتوا تقريرهم بشأن هذا القانون بالذات قالوا بانه في شبهة عدم دستورية. فلماذا لم يستمع رئيس المجلس لرأي 25-30 هذا اولا؟ ثانيا، لماذا يمرر قانون به شبهة عدم دستورية؟ طيب اسمحي لي بقى من منبرك المحترم ده نوضح للناس عشان ما حدش يكرر كلام ليس له اساس من الصحة. ورد الينا قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة مذكرة ردا على ما ارسل الينا في مشروع القانون. قالت قسم الفتوى والتشريع في مذكرتها أن هناك شبهة عدم دستورية، لأن التعديل الذي تقدمت به لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية. عاوز أوضح هنا يا سيدة الفاضلة، حينما تقدمت مشروع القانون عرض على الجهات القضائية والهيئات القضائية المختلفة ورفضوا، وقد قدمت بتعديل. أنا اعتبرنا كمجلس اعتبرنا التعديل لم يختلف طبيعته ولا مضمونه ولا استراتيجيته ولا هدفه عن المشروع الأولي فلم يعرض. لكن بعد ورود مذكرة قسم الفتوى والتشريع وقالت أن هناك شبهة عدم دستورية، أرسل المجلس على الفور التعديل الذي انتهى به القانون بالموافقة أو المشروع بالموافقة. أرسلنا التعديل إلى الجهات القضائية والهيئات القضائية المختلفة انصياعا إلى مذكرة قسم الفتوى والتشريع. طيب. واحتراما إلى هذه الوجهة التي تضمنتها في مذكراتها. سيادة النائب تسمح لي بس نسمع رأي النائب. أكمل لحضرتك. طب نسمع بس رأي عشان ترد عليه بس يا سيادة النائب عشان وقتنا. تسمع رأي النائب هيثم الحريري على هذا الملف ونرجع مرة تانية حضرتك ترد على كلامه. احنا مش اول مره نعمل مؤتمر صحفي. اهلا وسهلا. ما قلناش ابدا ان احنا نرجع لمؤتمر صحفي، لكن لما يبقى نواب حقهم الدستوري ولا يحل ان هم يتحدثوا داخل مجلس النواب ويعبروا عن رايهم ويتم قهرهم لائحيا بالمخالفه للائحه من خلال رئيس المجلس، يبقى لازم نرجع مره اخرى لاصحاب الحق. اصحاب الحق هو الشعب المصري. احنا عملنا مؤتمر في الخدمه المدنيه ورفضنا مؤتمر قانون الخدمه المدنيه، وعملنا في القيمه المضافه ورفضنا قانون القيمه المضافه، وعملنا في صندوق النقد الدولي عملنا مؤتمر وعملنا حوار مع الاغلبيه ودعيناهم وتناقشنا ووصلنا الاراء، لكن في الاخر التصويت داخل المجلس بنشعر ان التصويت ديناميكي. هو احنا طول الوقت هنستجدي رئيس المجلس في حقنا الدستوري في الكلام؟ هو احنا طول الوقت هنعمل يعني مشادات داخل المجلس بناء على طلب الكتروني وبناء على ورق مقدم قبل الجلسه بنطلب فيه الكلمه ورئيس المجلس بيصر على قرارنا؟ هو احنا مش من حقنا نتكلم؟ هي مش من الاغلبيه من حقها تاخد القرار واحنا نعبر عن راينا؟ هم ليه خايفين ان احنا نتكلم؟ هم ليه خايفين ان احنا نعبر عن راينا؟ هو ده هيحصل ايه في المجلس؟ عشان اتكلمنا مره في قانون السلطه القضائيه ولا قانون الاشراف القضائي على الانتخابات مفوضيه الانتخابات وتم تغيير وجهه نظر المجلس يبقى نمنع بعد كده من الكلام؟ ده مستحيل يتقبل. ده مش مجلس فيه صوت واحد، ده مجلس يعني هو دعم مصر واخد قرار ورئيس المجلس من دعم مصر بياخد القرار وبيضرب بكل اللي بين عرض الحق. احنا مش هنقبل ده، احنا مش هنقبل ابدا نبقى جزء من برلمان بنمثل فيه المعارضه بشكل رمزي ولا بشكل كرتوني. احنا يا اما نكون نواب حقيقيين زي زملاتنا اللي بيتكلموا مره واثنين وثلاثه بدون اي طلب الكتروني ولا بدون طلب الكلمه بشكل لائحي، يا اما احنا هنطلع للراي العام ونعبر عن وجهه نظرنا. احنا النهارده بنلجا للراي العام داخل المجلس، بكره هنلجا للراي العام في الشوارع وفي الحواري وفي القهاوي. احنا داخلين على قضايا هامه، مستحيل يبقى في نظام احنا جزء منه كسلطه تشريعيه بنواجه السلطه القضائيه ونواجه الازهر ونواجه ونؤمم الاعلام ونؤمم الصحافه لمصلحه مين؟ هل ده لمصلحه الوطن؟ ده كان كلام او جزء من كلام النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30. اسال النائب احمد حلمي الشريف، يعني النائب هيثم الحريري بيصف العمل والتصويت تحت قبه البرلمان بان هو ديناميكي، بيتساءل لماذا يمنعوا من التعبير عن رايهم وانه هم بيستجدوا رئيس المجلس في حقهم في الكلام، مع ان هم بيتبعوا لائحه عندما يتقدمون في طلبهم لطلب الكلمه.
يعني انا كل التقدير والاحترام للزميل هيثم الحريري، بس عايز اقول لحضرتك لو سالتي حد من النواب الزملاء الافاضل النواب الذين ينتمون الى دعم مصر هتلاقيه بيشكو نفس الشكوى، بيقول انا مش باخد الكلمه مجرد طلبها، ومش بيوصلني الكلمه لما بطلبها حتى الكترونيا، وبلاقي دايما رئيس المجلس بيدي الكلمه مره واثنين لاعضاء الذين للنواب الذين ينتمون الى تكتل 25 30. ده حال اغلبيه اعضاء المجلس، بيعتبروا ان تكتل 25 30 بياخدوا الكلمه اكثر من مره في كل جلسه، و25 30 النهارده انا سمعت من في برنامج حضرتك بيقول ان ما بياخدش الكلمه. لا، هو طبعا الجلسه عشان يبقى بيتعرض مشروع ال 596 نائب عايزين يتكلموا، وعاوز اقول لك البعض منهم او الكثير منهم عايز يتكلم مره واثنين، ويمكن مش متاح عشان يبقى فيه موائمه، لابد وفقا للائحه رئيس المجلس من حقه ان يقضي موائمه او يجري موائمه فيما يتعلق بإضاء الكلمات، لا يمكن ان تسير الكلمه على وتيره واحده فكل الاعضاء يتفقون او كل الاعضاء يعترضون او كل الاعضاء يختلفون، مش هيبقى كده، لما لابد ان تكون القاعه متنوعه في الكلمات، فمنهم من يقول كلمته من ناحيه ونسمع وجهه النظر والناحيه الاخرى. نعم. حتى تسرى الحياه البرلمانيه ويسرى الفكره التي تناقش او الموضوع الذي يناقش. بالنسبه لهذا الملف بالذات، واحنا عشان كده بنتكلم فيه وبنتساءل لماذا لم يمنح يعني رئيس المجلس الكلمه ل 25 30، ليه بنسال هذا السؤال؟ لان احنا شايفين تحرك ايضا من قبل القضاه ايضا ضد هذا المشروع، حديث بانه هم هيصعدوا وان الان هم بيناشدوا رئيس الجمهوريه بعدم تمرير هذا القانون، ده واحد. اثنين، بانه اسهل حاجه بالنسبه لهم ان هم يرفعوا اذا مرر هذا القانون يرفعوا قضيه بعدم او يطعنوا بعدم دستوريه هذا القانون. دي كلها يعني اسئله مهمه جدا وسيناريوهات بتقول لنا ليه هيحصل فيه خلاف يرقى الى التصادم. يعني في جزئيتين للإجابة على تساؤلك، تساؤلك بيحمل سؤالين في ذات التوقيت. الجزئية الأولى فيما يتعلق بعدم المناقشة، عايز أقول لحضرتك أنه في الجلسة قبل الفائتة تمت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالجهات والهيئات القضائية من المجلس ومن نواب المجلس على مدى 3 ساعات كاملات قبل إرساله إلى قسم الفتوى والتشريع، فكان مسألة يعني قتل بحثا، وكل منا أدلى بدلوه، وجميع الأعضاء كل من يرغب أن يتحدث تحدث في هذه الجلسة، مش الجلسة بتاعت امبارح الموافق الأربع، لا الجلسة قبل الماضية قبل إرساله، ولم يكن هناك جديدا حتى تتم المناقشة فيه. واحد. الثانية، كما أسلفت الآن أن هناك 3 مشروعات الإجراءات الجنائية تمت مناقشتها والموافق عليها كانت امبارح، الطوارئ تمت مناقشتها قبل هذه الجلسة والموافقة عليها كانت امبارح، الهيئات والجهات القضائية تمت مناقشتها قبل ذلك والموافقة عليها كانت امبارح. ما حدش قال ليه ما اتكلمتش في الإجراءات الجنائية ولا اتكلم، لأن سبق وتناقشنا وتمت المناقشة في الجلسة في ذات الـ3 مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها بالأمس. هذه من ناحية. الناحية الثانية المتعلقة بسؤال حضرتك فيما يتعلق بالتصعيد، أنا عايز أقول لو أضمنك وأضمن السادة المشاهدين أن على يقين أن السادة القضاة الأفاضل المحترمين الرموز المحترمة في القضاء، شيوخ القضاء، شباب القضاء وشباب النيابة العامة ومجلس الدولة وأيضا الهيئات القضائية النيابة الإدارية وقضايا الحكومة وقضايا الدولة بهم من الحكمة والعقل الراجح والتريث والعقل الناضج في أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشعروا أن مجلس النواب حينما يمارس اختصاصه ويؤدي دوره الدستوري والقانوني أنه يعتدي على سلطة، على خاصة إذا كانت هذه السلطة سلطة قضائية، خاصة أن المادة 5 من الدستور تتحدث عن الفصل بين السلطات وتقرن الفصل بين السلطات بالتوازن بين السلطات. واضح. لا يمكن أن يكون هناك فصلا مجردا بين السلطات وكل منها ينعزل بسلطته عن الأخرى، فكلنا في الآخر كيان واحد في دولة، كلنا يعمل لصالح العام ولصالح الدولة ولصالح الشعب المصري. واضح. أنا بشكرك الدستور في المادة 5 سيادة النائب أحمد حلمي الشريف والتوازن بينها. واضح.
أنا بشكرك شكر جزيلا النائب أحمد حلمي الشريف، بشكرك وضحت وجهة نظر حضرتك. يعني في الآخر دي كانت وجهة نظر النائب أحمد حلمي الشريف، سمعنا وجهة نظر 25-30، استعرضنا قبل كده أيضا ومبارح بعد تمرير هذا القانون رؤية القضاء، وفي الآخر اللجوء سيكون للسيد رئيس الجمهورية، الفصل بين السلطات والحكم بينهما، وبعدين هنشوف. طيب هل الرئيس سيتخذ موقف يعني زي ما القضاة بينشدوه بعدم تمرير هذا القانون، أم سنلجأ في الآخر إلى المحكمة الدستورية والطعن على هذا القانون بعدم دستوريته؟ ده سؤال عايزين أكيد إجابته، مش عايزين، إحنا منتظرين إجابته في الأيام القادمة. بكده إحنا انتهينا النهاردة بجد دلوقتي من حلقتنا، بشكر حضراتكم شكر جزيل. الأسبوع القادم هيتجدد اللقاء بإذن الله، إن شاء الله بكرة يكون أحلى ويكون في طاقة من التفاؤل والطاقة الإيجابية أيضا بنتمناها بعد انتهاء اليوم يعني مؤتمر الشباب. مستنيين بكرة زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس. تحياتي، تصبحوا على ألف خير، كنت معاكم سمر نجيبة.